بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، باسم جمعية اتحاد علماء مسلمي تركستان الشرقية، نعزي الشعب الإندونيسي بما حصل من أيام من زلزال مدمر أدى إلى استشهاد المئات وإصابة الآلاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وفضله، وأن يعاملهم بفضله، وأن يعفو عن سيئاتهم، ويجعل مثواهم الجنة. وثانيا، نحن نحيي الشعب الإندونيسي وما قام به من التضامن مع مسلمي الأويغور في تركستان الشرقية. وهذه المظاهرات وهذا التضامن يوم الجمعة الماضية تحت قيادة مجلس مرجعية الشريعة الإسلامية ومنظمات أهلية وجمعيات أهلية وفي مدن مختلفة مثل جاكرتا، سولو وغيرها من المدن المختلفة، قامت مظاهرات تضامنية مع مسلمي الأويغور وما يتعرض من الظلم والاضطهاد والعنف الشديد من قبل الحكومة الشيوعية في بكين. وهذا التضامن أثلجت صدور مسلمي تركستان في الغرب والشرق جميعا. لماذا؟ لأن أغلبية البشر تناست موضوع تركستان في هذه الأيام، وحتى كثير من الدول الإسلامية وقفت في جانب الصين في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأهلية. وهذا أحدث يأسا عند المسلمين في تركستان وفي المهجر. ولكن ما قام به هؤلاء الإخوة من التضامن والتظاهر وتخصيص يوم للتضامن مع الشعب التركستاني أحدث عندنا فرحا عظيما، لأنها بهذه التضامن وبهذه الوقفة تحققت قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأيضا تحققت قول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتحققت قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونسأل من الشعب الإندونيسي وغيرها من الشعوب الإسلامية في العالم كله إظهار مثل هذه الوقفات وهذا التضامن والاستمرار في هذه الفعاليات إلى أن يتوقف الصين عن الظلم والاضطهاد للشعب التركستاني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل أو أي العمل خير، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: أدومها وإن قل. ونسأل من منظمي هذه الوقفات وهذا التضامن الاستمرار في هذا العمل دون توقف ودون كلل، لأن هذا العمل وهذا الاستمرار سيكتب لهم عند الله عز وجل الأجر العظيم والثواب الجزيل. الله سبحانه وتعالى سيجازيكم بأحسن ما يجازي المؤمنين، لأنكم وقفتم في هذه الأيام مع المظلومين ووقفتم ضد الظلم والظالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أعمالكم وأن يزيدكم علما وفضلا. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.